بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الأحبة الصائمين ورحمة منه وبركاته. سؤال هذا اليوم 26 من شهر رمضان المبارك. حقيقة الصوم من المستحبات المؤكدة وفيه ما فيه من الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فقط نروي بعضا من تلك الروايات الشريفة المباركة. ورد أن الصوم من المستحبات المؤكدة في غير شهر رمضان، فقد ورد أن الصوم جنة من النار، جنة بمعنى وقاية، فالصوم يقي صاحبه من النار. وكذلك الصوم زكاة للأبدان، كما أن هنالك زكاة للأموال عندما تدفع الخمس مثلا، زكاة للأموال هنالك زكاة للأبدان. فالصوم يزكي هذه الأبدان ويطهرها، بل هو شفاء للأبدان. وكذلك يدخل العبد به الجنة، وأن نوم الصائم عبادة، ونفسه وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، وخلوف فمه عند الله أطيب من رائحة المسك. الخلوف هو تبدل الرائحة في الفم، في بعض الأحيان يتغير طعم الرائحة التي تخرج من الفم بسبب الصيام، يعني بسبب فساد الطعام أو الرائحة التي تخرج من الجوف، بالتالي يعبر عنه بالخلوف أو الخلوف. يقول الحديث: وخلوف فمه عند الله أطيب من رائحة المسك، وتدعو له الملائكة حتى يفطر. وللصائم فرحتان: فرحة عند الإفطار، وفرحة عند لقاء ربه. أسأل الله أن يفرحنا بفضله وبمنه وببركة محمد وآل محمد.